السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم تعبير سمير، وبيجدد لقائي معاكم كلكم دلوقتي عشان نكمل ما بدأناه في شرح أهم البرامج اللي هتساعدنا في التدريس كأونلاين، سواء معلم أو طالب. إزاي أتابع البرامج دي مع المعلم بتاعي؟ طيب، إحنا اتعلمنا في الفيديو اللي قبل ده كمعلمين إزاي إن إحنا نرفع الواجب على منصة جوجل كلاس روم، وإزاي كمان نجدوله ونتحكم في وقت ظهوره للطالب على كلاس روم. طب انا دلوقتي كطالب اخش ازاي اشوف الواجب اللي المستر او الميس حطوه، وازاي ان انا احل اصلا؟ يعني تعالوا نشوف مع بعض بخطوات بسيطه زي ما انا معوداكم، وادي من الموبايل عشان ما يقوليش طالب وانا لازم يكون معايا لاب جهاز كمبيوتر عشان اقدر احل الواجب. لا، انت من موبايلك هتحل عادي. اول حاجه عندنا هنا هندخل على جوجل بلاي طبعا، وهننزل شكل التطبيق اللي انتم شايفينه ده. تمام، يبقى انا اول خطوه اللي ما عندوش الابليكيشن على الموبايل بتاعه هيخش على جوجل بلاي عادي جدا عنده، ويبدا يكتب الفصل الدراسي او كلاس روم. هنكتب كلمه ايه؟ كلاس روم، هكتبها لكم هنا. هنكتب كلمه كلاس روم، هيظهر لك طبعا على طول التطبيق الشهير ده بنفس العلامه اللي شرحناها في الفيديو اللي فات. طيب، انا دلوقتي كتبت كلاس روم وحملت بالفعل الابليكيشن على الموبايل بتاعي، ايه خطواتي؟ هعمل ايه بعد كده؟ اول حاجه هضغط على علامه الكلاس روم. بعد ما ضغطت عليها ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل اني هيبدا طبعا بعد اللينك اللي انا بعته لكم امبارح على الجروب، بعد ما دخلت على الكلاس روم عادي هتبدا تدخل على اللينك ده للانضمام للصف بتاعك. حلو، انا خلاص بقى معايا الابليكيشن على الموبايل وضغطت انضمام على اللينك اللي بعته لكم. هتبص تلاقي نفسك لما تفتح على علامه الكلاس روم او تضغط عليها، انا بفتح البرنامج يعني، هلاقي ظهر لي الفصول الدراسيه اللي انا مشترك فيها. انا معايا الصف الاول الابتدائي، هروح دايسه على الصف نفسه، يعني اجي هنا مكتوب اهو الصف الاول الابتدائي، ادوس هنا عشان يدخلني جوه الصف. طيب، هتبص تلاقي في مجموعه كلمات مكتوبه لك تحت، في كلمه ساحه المشاركات، في كلمة الواجب الدراسي، في كلمة المستخدمون. يفضل ليك كطالب تعمل ايه او تضغط على كلمة ايه؟ هتضغط على كلمة الواجب الدراسي. اهي هنضغط على كلمة الواجب الدراسي عشان خاطر اشوف الواجبات اللي المعلمين والمعلمات سابوها لي. طيب، بعد كده انا كده ضغطت على كلمة الواجب الدراسي، هيبدأ يظهر عندك في النافذة دي مجموعة بقى الواجبات اللي المدرسين حطوها. مجموعة الواجبات اللي المدرسين حطوها. فأنا مثلا هنا عملت زي مثال في اللغة العربية وحطيت لكم أهو مكتوب اللغة العربية تأسيس رقم 2. هعمل إيه؟ هروح دايسة على العلامة دي أو دايسة على كلمة اللغة العربية تأسيس 2، يعني يلا افتح لي الواجب ده عشان أبدأ أشوف المستر حاطط لي إيه عشان أحل. بعد كده بعد ما فتحنا هتلاحظوا إنه ظهر عندك طبعا الواجب فوق مكتوب إن عليه 10 نقاط. اهي مكتوب اللغه العربيه تاسيس 2، موعد التسليم المستر مثلا محدد ان انا اخر يوم هحل او اخر فرصه ليا اسلم واجبي الحد الساعه 11:59 دقيقه مساء، عليه 10 نقاط مثلا. هتلاقي تحت كلمه عملك وجنبها سهمين، شايفين السهم ده؟ هروح دايسه على السهم اللي طالع لفوق، هتبص تلاقي الشاشه كانها اتفردت لك شويه، فهيظهر لك الواجب اللي المستر او الميس حطته هنا. ادي عملك يعني المرفقات، ادي الواجب اللي المستر او الميس رفعه عشان انت تحل. انا بقى احل ازاي؟ هبدا طبعا ده مثلا صوره او بي دي اف او وورد على حسب ما المدرس رفع لنا، هنروح دايسين عليها عشان نشوف ايه المستر حاطط لي ايه الاسئله اللي عندي، وهبدا احل الاسئله بتاعتي في كشكول. وبعد ما حليته هروح مصوره صوره واضحه من الموبايل بتاعي عادي، يعني انت كانك بتتفتح قدامك صفحه الاسئله وانت بتبدا ان انت تروح حلل الاسئله دي جوه كشكول. بعد كده تصوره صوره واضحه، خلاص الصوره بقت موجوده عندك على الموبايل. طب انا ارفعها ازاي للمستر؟ هنشتغل على كلمه اضافه عمل اللي جنبها علامه الزائد من تحت. كلمه اضافه عمل اللي جنبها علامه الزائد ايه من تحت، هي دي اللي احنا هنضغط عليها عشان نرفع الحل بتاعنا ونسلمه للمدرس. بعد ما ضغطنا على كلمة إضافة عمل اللي جنبها علامة الزائد، فتحت لي الشاشة اللي انتوا شايفينها، بيقول لك هو انت هتضيف يعني هتبعت الواجب بتاعك من درايف ولا من الكاميرا ولا من مسح ضوئي ولا تحميل ولا إدراج رابط ولا إنشاء. طبعا الأفضل في حالتنا بما إن احنا مصورين الواجب وأصلا الصورة عندنا على الموبايل، هندوس على كلمة تحميل. طب لا، ده انا عايزه اصوره في وقتها، هروح دايسه على كلمه الكاميرا
ومصوره الصفحه بتاعه الواجب اللي انا حلل فيها الاسئله عشان تتلقط الصوره وتطلع معايا هي وتظهر على الكلاس. طب لا انا صورتها خلاص والصوره عندي على موبايلي، اروح دايسه على كلمه ايه؟ تحميل. بعد ما تدوس على كلمه تحميل هيفتح لك طبعا كل الصور الملفات اللي عندك على الموبايل. انا افترضت مثلا ان الصوره دي هي الواجب اللي انا حله، هروح دايس عليها محددها، هتبدا زي ما انتم شايفين اهي، بتبدا اهي تحمل جنب الواجب الاصلي اللي المدرس حاطه، هتبدا تحمل عندي الحته دي. بدات حملت اهي مثلا الصوره دي كانها الواجب، فبيقول لك سيتم تسليم مرفقان اثنين ضمن اللغه العربيه تاسيس اثنين، اروح ضغط على كلمه تسليم، يعني بيقول لك انت خلاص رفعت الصوره دي هي الواجب بتاعك اللي المدرس هيصححه، هي دي الصوره، متاكد تسليم ولا الغاء؟ لا انا هقول له تسليم، فهضغط على كلمه ايه؟ تسليم. وبالتالي الواجب هيكون كده مكتوب لنا ايه فوق بقى، خلي بالكم مكتوب عملك اهو، دي الصوره اللي المدرس حاططها كان فيها الاسئله، دي الصوره مثلا اللي كان فيها الواجب بتاعك، ومكتوب تم الايه؟ تم التسليم، انت كده سلمت الواجب بتاعك. طيب المدرس هيدخل يصححه، بعد ما يدخل يصححه خلاص وكتب لك درجتك، ايه اللي هيحصل لك كطالب عشان تعرف المستر حط لك درجه كام ولا كتب لك تعليقات ايه او ايه التصحيحات بتاعتك؟ هتلاقي بيظهر لك على الموبايل نوتيفيكيشن او اشعار بيقول لك خلي بالك الفصل الدراسي اللي انت مشترك فيه انت واخد درجه جديده في ماده اللغه العربيه، تعال خش شوفها. فهتروح ضاغط هنا، فهيظهر لك بقى الواجب بتاعك كان كام من كام. آه مثلا الميس حطيت لي الواجب اديتني كام نقطه، اهو مكتوب مثلا 10 نقاط. آه فانا عايز اكتب للميس تعليق مثلا في جزء التعليقات الخاصه، هروح كاتب مثلا اشكرك معلمتي، اي حاجه بقى اسال الميس سؤال، الميس برضو هتشوف السؤال يظهر لها اشعار عندها في الموبايل تبدا انها تحل. آه تجاوب عليه. بكده نكون فهمنا مع بعض ازاي ان احنا كطلاب ندخل الكلاس روم حتى من موبايلاتنا، ونقدر نشوف الواجبات بتاعتنا، ونقدر كمان نحلها بكل سهوله، وازاي كمان نكتب تعليق. وفي طبعا في بعض الاحيان انت ممكن على فكره تضغط على الصوره وتلاقي تظهر علامه قلم من الموبايل، تبدا تكتب الاجابات عليها لو انت عايز، ومش عايز تكتب في كشكول خارجي يعني. اتمنى اكون قدرت افيدكم، وطبقوا الطريقه بسرعه وان شاء الله هتبقى سهله عليكم كلكم. مع السلامه.